النهاردة اقتحم محتجين إسرائيليين، مجموعة من المحتجين الإسرائيليين، معسكر سادة تيمان أو تيمان، ده كانوا بيحققوا فيه مع ضباط متهمين وجنود متهمين بتعذيب الأسرى الفلسطينيين. بعد ما تم القبض عليهم وأحالتهم للتحقيقات، راح الإسرائيليين عشان تعرفوا هذه التركيبة بتاع هذا، مش هذا البلد، هؤلاء الرعاع الذين جاءوا من كل بقعة في الأرض علشان يجتمعوا ويحتلوا أرض فلسطين، فزعلانين إنهم بيتحكموا وراحين عايزين يخرجوهم ويخلوا سبيلهم، لأن في نظرهم تعذيب الفلسطينيين حلال. كمان عايز أقول لكم إن الأجواء تشتعل في المنطقة. بدأت شركات طيران زي لوفتهانزا، شركات أمريكية، المملكة الأردنية الهاشمية، وقفوا خطوط السير الطيران من وإلى بيروت خوفا من ضربة إلى بيروت، ردا على اعتقاد إسرائيل بأن حزب الله أطلق صواريخ على ملعب كرة القدم وأدى إلى موت 12 إسرائيلي في أرضنا في الجولان. فمتوقعين ضربة، وأمريكا بتقول لا نتمنى ألا تتسع الحرب، نحن نتحدث عن ضربة محدودة. لكن ضربة، مصر بترفض تماما توسيع دائرة الحرب وترفض أي اعتداء على لبنان. وزير خارجية المصري السيد السفير بدر عبد العاطي اتصل بوزير خارجية لبنان وقال له أن مصر تقف مع أشقائها في الأردن قلبا وقالبا وتتضامن معها ضد أي عدوان. ولكن لبنان خسرت كتير جدا بسبب هذه الأجواء. لبنان التي تعاني في اقتصادها خسرت سياح، لبنان بلد جميل والسياحة فيه رائعة، كانت بتعيش على دخل السياحة وعلى الشهرين دول، لكن ما فعلته إسرائيل أضرت كثيرا بالاقتصاد اللبناني. إذا اتسعت رقعة الحرب هذا يعني دخول إيران على الخط. رأينا معركة ما بين تركيا التي قالت أن لو كانت الظروف متاحة كان يمكن أن تدخل إسرائيل، وكانت إسرائيل لا يمكن أن تفعل هذا، وردت إسرائيل بتشبيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه مثل صدام.